السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناة عبد الله البركاني وقناة أحباب عبد الله البركاني، أهلا وسهلا بكم دائما. تحية لجميع مشاهدين قناة عبد الله البركاني داخل الوطن وخارج الوطن، وشكرا لكم على الدعم والتشجيع. اليوم عندنا الجو بارد ومغيم في مدينة بركان، الله يعطينا الشتاء على قد ننفع. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، شهر التوبة والغفران، نقول لكم عواشركم مبروكة، الله يدخلها عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين بالصحة والخير والبركة. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. حاليا راني متواجد قرب السوق الجديد، المنصة التجارية حي القدس، وان شاء الله غادي نمشي على هذا الطريق اللي تخرج في شارع الوداية. المهم باش نصور لكم العمران اللي موجودين في حي لازاري، خليكم معايا حتى الاخر الفيديو. كما راكم تشوفوا هادو هما العمران اللي في حي لازاري، لتحت كاين محلات تجارية والفوق كاين شقق للبيع.